الديربي الأشهر في البطولة الوطنية يتجدد وبمستجدات الحالة والوضعية. تعددت أرقامه لكن النكهة بقيت دائما واحدة، خاصة فوق المدرجات. سنعود بكم إلى أيام خلت وزمن جميل من تاريخ ديربي الإخوة بين المولودية والاتحاد. المسرح ذاته ملعب الخامس جويليا، والزمن 20 عاما قبل اليوم برسم الجولة 20 من البطولة الوطنية موسم 98-99-900 ألف. جماهير غفيرة توافدت من الأحياء ذاتها، باب الواد، القصبة، سوستارة، فرادة وجمعات، والأجمل فيها أنها تخرج من البيت الواحد جمعهم كل شيء إلا الشغف بحب المولودية أو الاتحاد. رغم مرور السنين تقاسم المدرجات بين الإخوة لم يختلف. أصحاب اللونين الأحمر والأخضر يعرفون جيدا كل شبر في المنعرج الجنوبي، والحال كذلك بالنسبة لمحبي الأحمر والأسود في الجهة المقابلة الشمالية. الموسم كان استثنائياً لأشبال المرحوم عبد الحميد كرمالي الذين توجوا باللقب بعد 9 جولات من هذه المواجهة. مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي، هدفين في كل شبكة، صيفي قاسمي رحمه الله للمولودية، الحاج عدلان حمدود للاتحاد. هذه المباراة انتهت كما بدأت، النكهة فوق المدرجات كانت حاضرة قبل وأثناء وبعد المباراة، واستمتع الجميع بثنائية افتقدناها، صيفي غول، رحموني زغدود، عميرات عزوز، حمداني ضوب، ولمسات المايسترو عامر بن علي، تزيري بلال، الحاج عدلان، وأسماء أخرى صنعت أمجاد الفريقين. الخطر يحوم على دفاع المولودية، هدفة ديري يتصدى لها الدفاع عن طريق فتاحين، وعودة بن علي إلى الدفاع لمساعدة الرفقاء. الكرة تخرج ولكن الحكم ما يعلنش على ذلك، يصبح هجوم عجز فريق المولودية. انطلاقة قوية لبن علي ولكن للميدان، وتدخل الغول، صيفي في مراوغته الجميلة وعرقل وخطأ، خطأ ومخالفة يعلنها الحكم سليم أساسي بالنسبة لاتحاد العاصمة. رفيق صيفي في هذه المحاولة مليحة ولكن العرقل، الحكم سليم أساسي من دون شك راح يمنح أول انذار للمدافع طارق غول. رحموني حميد برجله اليسرى السحرية يراوغ، يتمكن من مراوغة زغدود، والحكم ما يعلنش على خطأ لفائدة. بعد تمريرة من حاج عدلان، عميرات وعودة عزوز، عودة عزوز كانت جد موفقة. الزميل عبد الرزاق رمضان اختار لنا هذه الصراعات الثنائية بين أسماء